بعد انقضاء العطلة الشتوية التي امتدت لأسبوع واحد، عاد اليوم تلاميذ الأطوار الثلاثة إلى مقاعد الدراسة، عطلة لم تكن كافية لمراجعة دروسهم حسب الآراء التي رصدناها من بعض المؤسسات التربوية. عطلة تاع سمانة كانت قصيرة بزاف، بصح اللي نظم وقته وعارف كيفاش يخدم في لي فاكونس هادو يكونوا كفاوه باش يحضر اختبارات. انا السومان هي صح ما كفاتناش بزاف، السومان ما تكفيش باش تقراي وكلش، بصح واش نديرو، ريحناش كاع فيهم، ما تقدري تريحي، ما تقدري تقراي الاز، تما تلفت كاع عيتيك. نو با دو تو، لي زيكزامون مازال ما وجدت لهمش كامل. كفاتنا شويه بصح ريفيزينا صافا. انا ريفيزيت، قعدت الرياضيات و الفرونسي و لونجلي، هذا ما كان قريتو شويه فوق لي زيكزامون، ولا ما راح يكفينا الوقت كاريمون. نقابة الكنابست من جهتها أكدت أن أسبوع العطلة الاستثنائية بالرغم من أنه غير كافي، إلا أن التلميذ يمكنه الاستفادة منه بالتحضير للامتحانات القادمة. شوف، بالنسبة لهذا الأسبوع هو فاصل لراحة التلاميذ وليس بالدرجة الأولى للمراجعة، وبالتالي نحن نرى بأن مدة أسبوع حتى وإن كانت غير كافية فإنها يمكن أن تجعل من التلميذ يستعد أو يكون أكثر استعدادا للمرحلة الثانية اللي هي راح تنتهي بامتحانات الفصل الأول. ظرف وبائي فرض موسما استثنائيا، ولإنجاحه وجب مواصلة التكاثف جميع الجهود.